فكل مكان هيقابلنا الشخصية الحربية، انت عارفينها الشخصية الحربية دي اللي هي بتبقى حاطة عينها على شخص من محيط دايرتها، قريبها بقى مش قريبها، بس المهم ان هو من محيط دايرتها. هو بيبقى حاططها في حتة تانية، هو بيبقى شايفها اخت، ام، صديقة، اي حاجة غير ان هي تبقى مراته. مش شايفك مراته غصب عنه، مش بمزاجه، اصل مشاعرك دي ما تقدرش تتحكمي فيها، المشاعر دي بتاعت ربنا سبحان الله وتعالى بيزرعها كده جوه البني ادم، انت مش هتقدري تتحكمي فيها. فهي بتعمل ايه الحربوقة دي؟ بتتجوز تعيش حياتها، بس هي لسه برضو عينها على الشخص اللي كارف لها، هي معتقدة ان هو كارف لها، بس هو مش شايفها، مش شايفها زوجة غصب عنه. فتبتدي هي بعد ما ترتبط وهو يرتبط، في كونكت في النص، في تواصل، فابتدي استشف من الحاجات اللي هو بينزلها ان هو عنده مشكلة مع مراته، ابتدي انا اعلي على المشكلة، يبتدي هو يتخانق مع مراته اكتر، تبتدي هي تظهر اهتمامها اكتر، رغم انها متجوزه وعايشه حياتها والدنيا عندها تمام، وفي قرطاس عايش معاها في البيت مش حاسس بحاجه ولا واعي اللي هي بتعمله، لان هي واخداها حب عمري، يعني دي مقطعه شرايينها عشان تتجوزني. حته النقص اللي عندها دي مش عارفه تداويها، فتعمل ايه؟ تفضل وراه لحد ما تخرب بيته وتنكد عليه عيشته، ويفضل طول الوقت حاططها في مقارنه بينها وبين مراته، ويبتدي هو يشغل دماغه بيها. هي كده ايه بقى، بتاخد الانا اللي عندها كده عامله زي الاسفنجه، تمتص كل الخراب اللي حواليها ده وتتبسط، هي بتبتدي ايه تعلى كده وتاخد نفسها، وهدفها الوحيد في الحياه ان هي تعالج عقده النقص اللي عندها. وانت ازاي رفضتني؟ ده انا لازم اندمك وهوريك بعينك انا عايشه ازاي مبسوطه وسعيده، والراجل اللي معايا يعني بص ماشي كده شامه في كعب رجلي، عشان تعالج بس حته النقص اللي عندها. ده موجود منه كتير، والحقيقه ان انا بشوفهم كتير جدا، ومش دي المشكله. المشكلة بقى في لهطل، بيعتقد ان هو يعني ايه فجأة كده بقى عليه سكر والناس كلها بقت بتحبه، ويبتدي بقى يتجاوب، وبعد التجاوب ده بيبتدي هو يخرب بيته سنة سنة من غير ما يعرف، وبعد ما يخرب بيته سنة سنة من غير ما يعرف او يشعر ان هي اللي بتحركه، تقف كده من بعيد تشاورت له، ها خربت بيتك، انا تمام وما عنديش اي مشاكل، وانت ما تلزمنيش. طب ليه يا بابا وانت شايف نفسك مشارد خشب بسد فراغات؟ واحمد ربنا ان انت مش مكان القرطاس اللي قاعدة ماسكة فيه وبتضرب في اللي حواليها. بصوا انا بقيت احسن منكم، بصوا انا لازم اندمكم ان انتم ما اخترتونيش في يوم من الايام. ده نصيب ومشاعر، دي بره عن اراده اي حد، المشاعر دي مش بتاعتك ولا بتاعته. فاهدي يا حربايه بس مش اكتر، يعني حضرتك ربنا كرمك بزوج، بص لبيتك، بص لاولادك، مالكيش دعوه بغيرك بقى، واللي ما اختاركيش ما شافكيش، هو لو كان شايفك في المنطقه دي كان خدك. وركزي عشان ممكن يكون في حربايه زيك برده مركزه مع القرطاس بتاعك، تبقى مشكله كبيره دي مش هتقدري السيطره عليها.